كل عام وانتم بخير يا متابعينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من فولو اب. شو هي اخر الاخبار المتداوله واهم الترندات على السوشيال ميديا وردود الفعل عليها؟ رح نتابعها بحلقه اليوم. بداية أخبارنا مشاهدينا من الأردن، تأخرت فرق الدفاع المدني في الوصول بسبب الحظر الشامل، فتوفيت الطفلة. قصة حقيقية وقعت في الأردن وأثارت وقائعها جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. في التفاصيل، ووسط مطالبات بوقف العمل بالحظر الشامل يلي كانت عم تتخذه الحكومة كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد ما ظهر والد الرضيع الراحلة حورية الخلايلة والبالغة من العمر 8 أشهر بمقطع فيديو مؤثر عبر موقع الفيسبوك، بوجه فيه انتقادات حادة للحكومة والقرارات الصادرة عنها باعتباره سبب بوفاة ابنته بحسب تعبيره. ولاقى المقطع تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بضرورة محاسبة الجهة المسؤولة التي تسبب تقصيرها بوفاة الطفلة بمركبة والدها في الشارع العام. نتابع الفيديو مع بعض. لا سويني. انت شوف صلحني. انا قلت لك كشخصين اسمع، كاشخاص ما حكيت معك. انت ليش معصب على النبي؟ بدنا واحد اشخاص ما حكيت معك. معصب طيب يا عبد الزلمه، انت بتطلع لي كأشخاص ما سيني أنا. أنا سين مرض. أم الدنيا رئيس القوم، الأمن القومي تبعك الكل. هاي الدنيا ما احتت من ولد سوء مش الشباب. ماشي يا ابو عمر عمرو أول من علق وقال المفروض عند كل حاجز أمني يكون في إسعاف تحسبا لأي طارئ، والمفروض لازم خلوه يصير ورافقه والله حرام. أيضا الكومنت يلي بعده كان لوصفي يلي عم بيقول كلام الأمن العام غير صحيح، استغرق وصول سيارة الإسعاف ساعة كاملة والفيديو بكذب الأمن. أيضا أبو عزام بيقول وتبا لقانون أفقد طفل حقها بالحياة، وتبا لعبد مأمور فقد الإنسانية تحت مسمى أوامر. كان بإمكان الشرطة السماح لوالد الطفلة بالذهاب للمستشفى أو إسعافها والذهاب معه لأنها حالة طارئة، لكن أنا عبد مأمور. حق منا عبد العزيز والقبض على المغتصب أو المغتصب مازن إبراهيم. هاشتاغان تصدر ترند مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لكشف في تفاصيلهما عن كارثة جديدة تسبب فيها الاستخدام السيء لتطبيق تيك توك بين الشباب، حيث تعرضت المراهقة منا عبد العزيز للاغتصاب على يد شاب عم يستدرجها بمساعدة صديقاتها حسب روايتها. البداية كانت مع ظهور منا عبد العزيز عبر حسابه على تيك توك وإنستغرام بصور ومقاطع رقص غير أخلاقية، وكان عم بشاركها بهيئة الصور الشاب محمد كلاشنكوف، ويدعى الشاب والفتاة ويدعي أنهما متزوجان حسب ما كتبا على حسابهم بموقع إنستغرام. وحسب رواية منا في مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بوجه مليء بالكدمات، فقد تم استدراجها من قبل شاب اسمه مازن ومجموعة فتيات من صديقاتها للاعتداء عليها واغتصابها بالإكراه. وانتشرت صور لمازن من قبل الجمهور ومكتوب عليها المغتصب. خلونا نتابع الفيديو. طيب هتكلم دلوقتي. في فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب واغتصاب. انا الناس مغتصباني، واحد اسمه مازن ابراهيم مغتصبني تمام، ومصورني بالإكراه وضربني ومعورني في كل جسمي ومصورني بالإكراه. واللي منزلها الفيديو دي كانت بنات صحابي متفقين معاهم، اسمها شيماء شاكر وواحده ثانيه اسمها رحمه، وفي وواحده اسمها الثانيه اسمها فاطمه اخت شيماء. كانوا متفقين مع مازن ان هم هيغتصبوني وهيضربوني بالاكراه وهيصوروني، وديهم كلهم عملوا اللي في نفسهم وعملوا حاجات غريبه، وكانت اول مره تحصل في حياتي. علق محمود وكتب ايه قلة الادب دي والفيديو والشتايم والكلام يلي تقال، ولا هما بيلعبوا بالناس ولا ايه بالضبط؟
ايضا الكومنت لعلي بيقول اللي بتقوله ده عيال صغيره جدا وتافهه وما شافوش التربيه من اصله، كل واحد بدل على البيئه اللي طالع منها. السؤال المهم فين اهالي العيال دي من كل يلي بيحصل؟ ايضا ماهر بيقول اشكال قديره والعوض على الله في اللي زيهم، الاشكال دي مخلفات الجهل. في الهند انتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بيظهر الفيديو كيفية تم انقاذ المولودة الصغيرة من قبل كلاب الشوارع بعد ان القتها والدتها في قنوات الصرف الصحي دون ان تهتم نهائيا. خلونا نتابع الفيديو يلي يجي على المنصات. فيديو متداول على المواقع للشخص يعتقد أنه صائم على حسب ما جاء من أقاويل، رجع على منزله لكن الظاهر أنه أهله تأخروا بفتح الباب، وطبعا هو ما تقبل وما تحمل يستنى شوي صغيرة، عصب وللحظة كان رح يقتل بنته ويندم طول عمره. خلونا نتابع. عاد ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نوكولن بالعاصمة الألمانية برلين مئات المصلين والمسلمين في صلاة الجمعة، لكن لا يمكنه حاليا سوى استيعاب 50 شخص في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا. إلا أنه كنيسة مارثا اللوثرية في العاصمة الألمانية برلين استضافت المسلمين غير القادرين على أداء صلاة الجمعة في المساجد بسبب قوانين التباعد الاجتماعي المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا. مقطع متداول لجماعة في مصر قامت بأداء صلاة العيد بالسر، ولكن فجأة تم مداهمتهم من قبل سيارات الشرطة والمصلين والشيوخ هربوا، والإمام كان أول واحد فيهم هرب بطريقة أضحكت الجمهور والمشاهدين. خلونا نتابع. عثرت عائلة في ولاية فرجينيا الأمريكية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على إحدى الطرقات على كيسين بريديين يحويان مليون دولار نقداً وسلمتهم للشرطة. العائلة كانت بنزهة عادية لكن سيارتهم توقفت فجأة لإزالة الغرض يلي ظنوا لوهلة الأولى أنه كيس نفايات كبير وعثرت على آخر على جانب الطريق، لكن بالنهاية الكيس ما كان عبارة عن نفايات بل كان فيه مصاري. نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ مقطع فيديو بيظهر لقطات من المباراة الخيرية يلي خاض على منصة بلاي ستيشن مع رئيس نادي النصر السعودي الأسبق سعود آل سويلم في أحداث شغب بسيطة بالتلفزيون الجديد، وبنرجع نكمل المباريات لكن المباريات لسات ما انتهت بينهم، وأيضا لسه الشوط ما خلص. وخلينا نذكر المشاهدين أنه هي المبادرة هي خيرية والمستفيد من هذا التحدي هي منصة جود للإسكانية اللي عم تعمل حاليا على توفير مسكن للأسر الفقيرة. خلونا نتابع.
والله على يدي خربانة. ما في نتيجة يعني. وقف خلاص. انتشر بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة السيدة فيروز البالغة من العمر 84 عام. الخبر قلب السوشيال ميديا رأس على عقب، خاصة أنه لم يتمكن أحد من الوصول لعائلة فيروز للإطمئنان على وضعها، إلا أنه الخبر تم إنكاره بعد مدة من قبل بنت ريما يلي قالت بمنشور أنه عندي عطل بالإنترنت من 5 أيام والحمد لله ما عندي واتساب، والله لا يوفقه يلي فاضي ورغم كل شيء صاير بهالدنيا عم بيطلع إشاعة مثل وجهه، كلنا بألف خير الحمد لله شكرا. الموسيقى بتجمعنا وهي واحدة بترسم بكرة أحلى لحياتنا. بفيديو طريف أعلنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن حفلها يوم الثلاثاء المقبل 26 من مايو احتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال بث الحفل مباشرة عبر قناتها على موقع يوتيوب. نتابع الفيديو. أوكي ردي؟ تعود نغني سوا ب26 هيدا الشهر؟ لا لحظة، ما كيف بدهم يجوا؟ ما لازم يضلوا بالبيت. اوكي حضروني وغنوا معي كمان. لحظه كيف بدهم يغنوا معي؟ من الاول. اوكي لانه العيد السنه غير، حضروني بسبيشال كونسرت لايف ب 26 الشهر تنكون سوا بالظروف الصعبه اللي عم نقطع فيها ونغير شويه جو. سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعي. نطرتكم. رياضياً أعلن باتريك يوينغ نجم نادي نيويورك نيكس لكرة السلة سابقاً والمدرب الحالي لفريق جامعة جورج تاون إصابته بفيروس كورونا. باتريك عمره 57 عام فاز ببطولة الجامعات الأمريكية مع فريق جامعة جورج تاون عام 1984 ولعب في أغلب مسيرته الرياضية مع نيويورك نيكس وقاد الفريق لنهائي دوري كرة السلة الأمريكي عام 1994. تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مؤخراً مقاطع لتدريبات شاب مصري لقب بصاحب اليد الحديدية. الفيديو أبهر متابعين كثر وأصيبوا بالصدمة بعد ما شافوا التدريبات على أصوله وكيف بتكون الملاكمة الحقيقية بتكون. خلونا نتابع الفيديو. خوش عاش عشرة العود. ايوه عاش فرعون. بسم الله ما شاء الله. يلا هلا خوش عاش. لسه في تاني خوش غزة من ننتقل متابعينا لأهم الهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي. كان أول هاشتاغ مانشستر يونايتد، رفع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دعوى قضائية بحق مطوري لعبة فوتبول مانجر وذلك لانتهاك العلامة التجارية للفريق واستخدام اسم النادي بصورة غير قانونية. أيضا مننتقل لهاشتاغ هيرتس، أعلنت مجموعة تأجير السيارات هيرتس وضع نفسها تحت نظام الإفلاس الأمريكي نتيجة التراجع الهائل في أرباح الشركة مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. أيضا ننتقل لهاشتاغ رجاء الجداوي، تداولت عدة وسائل إعلام مصرية خبر عن إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا وأنه تم نقله إلى مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية. بدأ الأمر كمزحة لإطفاء الابتسامة على وجوه الأصدقاء، لكن الشيف كوبي الصغير بات الآن يحظى بمتابعة واسعة على الإنستغرام من خلال صفحته كوبي إيتس، وبحسب مقاطع الفيديو على حسابه بالإنستغرام من الواضح أنه الشيف كوبي بحب الطبخ وبيستمتع فيه إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى إثارته للفوضى في المطبخ أثناء عمليات الاستكشاف للوجبات والمأكولات يلي عم بعدها. خلونا نتابع مع بعض ولاقوني بحلقة جديدة بنفس الموعد. باي باي.
Good job. Yeah.